سلمتها اللجنة الفنية لدعم الإصلاحات المؤسساتية التقرير النهائي لرئيس الحكومة بايمي باداكيالبير. التقرير سلمه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الصابر فضل فاطمة أبو المعالي. تحت الرعاية السامية لمعالي رئيس الوزراء بايمي باداكيالبير رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية وبحضور رئيس البرلمان ورؤساء المؤسسات الكبرى وأعضاء الحكومة وأمضة بلدية جمينة والنواب وأعضاء اللجنة الفنية لدعم الإصلاحات المؤسسية وجمع لفيف من المدعوين. وفي حفل جرى بفندق هيلتون تم التسليم الرسمي للتقرير النهائي من قبل اللجنة الفنية لدعم الإصلاحات المؤسسية، حيث انطلقت المناسبة بعرض مفصل للتقرير النهائي وما تضمنه من محاور أساسية لهذا المشروع الإصلاحي الضخم الذي سيشمل جميع مؤسسات الدولة. وقد شهدت المناسبة عدة مداخلات بدأها رئيس اللجنة الفنية لدعم الإصلاحات المؤسسية عبد الله صابر فضل، والذي قدم باسمه واسم أعضاء اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحضور، وقال إن هذا التقرير يحمل في طياته أكثر من 200 صفحة مكونة من 9 فصول و11 محورا أساسيا يتعلق بالجوانب الاجتماعية السياسية والاقتصادية، مذكرا بأن هذا التقرير النهائي تمت دراسة ومناقشة محاوره الأساسية من قبل خبراء وباحثين وناشطين في جمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة الفنية لدعم الإصلاحات المؤسسية هي إجراء تعديلات وإدخال إصلاحات على مؤسسات الدولة. ومن ثم قام بعض أعضاء اللجنة بتوضيح وشرح المحاور الأساسية التي تم عرضها، كما طالب الحكومة بالقيام بتعديل واعتماد المشروع. وفي نهاية المناسبة تم تسليم التقرير النهائي بشكل رسمي من قبل رئيس اللجنة الفنية لدعم الإصلاحات لمعالي رئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية. وفي كلمته بهذه المناسبة وصف رئيس الوزراء بايمي باداكيالبير التقرير بالمهم، وقال إن الإصلاحات المؤسسية التي تعتبر جزءا من البرنامج السياسي للحكومة هي رؤية تبناها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أجل إجراء إصلاحات تسهم في تعزيز التنمية والديمقراطية وتثبيت دائم دولة القانون والحفاظ على نسيج الوحدة الوطنية. هذا وأكد رئيس الحكومة بأن الإصلاحات المؤسساتية ترمي إلى تعزيز السلام. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عقب تسلمه التقرير النهائي. L'exercice de réforme institutionnelle qu'engage notre pays. إن عملية الإصلاحات المؤسسية التي انخرطت فيها بلادنا هي عملية مهمة، وإن بلادنا تشاد مدينة بالفضل للرؤية الثاقبة لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي تبنى في برنامجه السياسي رؤية الإصلاحات المؤسسية والتي وردت في البرنامج السياسي للحكومة بشكل عملي ووافقت عليها الجمعية الوطنية. إذن هذه الفكرة السياسية تطورت بشكل تدريجي، وكما تعلمون عندما نتحدث عن الرؤية فإنه في البلدان الأخرى تحصل الشعوب على الإصلاحات بعد مظاهرات إضرابات واضطرابات اجتماعية، لكن في تشاد فإن رئيس الجمهورية وضع الإصلاحات المؤسسية في برنامجه منذ الإعلان عن ترشحه للانتخابات. فهذه الإصلاحات ترمي إلى تعزيز السلام، الديمقراطية ودولة القانون. لذلك فقد حان الوقت كي نفكر سويا من أجل أن تواكب مؤسساتنا تقدم الزمن. وبما أن عملية الإصلاحات المؤسسية هي عملية تشاركية وشاملة، فإنني أدعو جميع الذين لم ينخرطوا بعد في العملية إلى الانضمام إلى هذه العملية الحيوية لوطننا. إن اللجنة العليا مفتوحة أمام الذين يريدون أن يساهموا في هذه العملية من أجل مستقبل البلاد، ويجب القول إنه في مثل هكذا عملية فيها الأبواب مفتوحة والأيادي ممدودة، فإن الانسحاب التلقائي يعتبر حقا مكفولا نحترمه، وبالتالي نقول إنه في كل مرة ينأى تشادي واحد بنفسه عن هذه العملية فإننا سنفتقده، ولكننا نحترم ذلك. Nous disons que chaque fois qu'il y aura un Tchadien qui se mettrait à l'écart
du processus, cela nous manquera, mais nous respecterons. كما أضاف باداكي بأن التقرير يتضمن قضايا الإصلاح والمجتمع. نتابع جزءا مما جاء في كلمته. Dès que le Haut Comité aura amendé et adopté ce rapport technique. إذا ما عدلت اللجنة العليا واعتمدت هذا التقرير الفني، على الفور سيتم إنشاء لجنة لتنظيم المنتدى الوطني. لجنة التنظيم هذه ستتكون من جميع المكونات السياسية، الأغلبية، المعارضة، المجتمع المدني والشخصيات المرجعية. يتضمن هذا التقرير الإصلاحات المؤسسية، كما توجد المواضيع التي ستسهم في تعزيز السلام، الديمقراطية ودولة القانون. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع مشاكل مجتمعنا أثير في هذا التقرير. هذه المشاكل المثارة والمواضيع المدرجة ليست مقيدة، وإن اللجنة العليا ستظل مفتوحة حتى الاعتماد النهائي للتقرير. فمثلا بالنسبة للفاعلين السياسيين، فإن المنتدى سيكون فرصة لإعادة رسم إطار جديد للحوار السياسي في بلادنا، وأن الجداول المقترحة في التقرير تبدو في نظري طويلة ومطاطية مقارنة مع تطلعات الرأي العام الوطني نحو الانتخابات. وفيما يتعلق بتوجيهات رئيس الجمهورية وتنظيم الانتخابات، فإن اللجنة العليا ستدرس هذه الجداول بحيث يتم التسريع في بعض الأمور حتى نتمكن من التوجه بشكل سريع إلى الانتخابات. sur certains segments une accélération puisse être faite de sorte que nous puissions aller rapidement aux consultations de notre peuple.